هنحكي لكم تو على جنزور كودينج اكاديمي، اكاديميه جنزور رقميه، بروجكت فاندد باي ذا ايو، ميكينج ا هيوج تشينج ان ليبيا، يدير في تغيير ايجابي كبير في ليبيا. خلينا نشوف الفيديو. جنزور كودينج اكاديمي مليحه هلبة. امتجت انا في الاول ما كنتش متخيل ان هي بتكون هيك بجديات. كان في بالي ان مبنى بشع ومش حيكون فيه بالجمال هذا ولا في ناس ولا في تصميم بالطريقه هي، لكن امتى خسيت ومن طبيعه الناس اول ما حكيت قلت لهم انا جايكم بتصور لي عليكم فلوج ل In Their Eyes campaign contest والcompetition بتاع You for Youth والبروجكت هذا بنوروا ان EU is making a change in Libya. فانبهرت بطريقه الاسلوب ان هم يبوا يوروا الشغل اللي هم قاعدين يديروا فيه، وان جنزور كودينج اكاديمي بجديات مثال للتغيير، وان هي حاجه قاعده تصنع في حيويه وفي نشاط ونقله ايجابيه كبيره في البلديه في ليبيا. يوم 1/7/2019 ممكن نسمع تاريخ عادي، لكن بالنسبه لجنزور كودينج اكاديمي هو يوم المفاجاه، اليوم اللي انبهروا فيه بتسجيل عدد ضخم جدا من الطلبه في الفئه العمريه بين 18-25 سنه، حتى يساهموا في نقله ايجابيه كبيره في مجتمعهم. جنزور كودينج اكاديمي بالنسبه لي انا مكان مليح حلبة، في ضي ونت وتعلم ومتعه. بدعم من الاتحاد الاوروبي تم انشاء اكاديميه جنزور الرقميه. جي سي اي اكاديميه جنزور الرقميه هي محصله او نتيجه تبادل افكار بين بلديه جنزور والاتحاد الاوروبي. جي سي اي هي بيئة تدريب جيدة تعتبر في مجال البرمجيات. من أبرز التحديات التي واجهتنا في جي سي اي هو الإقبال الكبير من الشباب على التسجيل، ما قدرناش نوفه بالعدد الكبير نظرا للقدرة الاستيعابية لجي سي اي، لكن معاهدين نفسنا وعاهدين الشباب ان حنستقبلوا أكبر عدد يمكن أنها يتعلموا التقنية ويقدموا أكثر استفادة للبلدية أو لبلادنا الحبيبة. أشدني في الموضوع أن فيه هلبة اهتمام أن المحتوى يكون واقعي جداً، وفي تركيز كبير على جودة الخريجين. المنهج كان عبارة عن تصميم مواقع عن طريق لغات برمجة اللي هي HTML وCSS وجافا سكريبت، والشرط الأساسي باش الطالب يتخطى من مرحلة لمرحلة أنه هو يخضع لاختبار، وفي النهاية كان فيه مشروع تخرج ويقدر بعدها الطالب يتحصل على شهادة تخرج. كشخص مهتم ببناء المجتمعات، حرفياً أول ما خشيت انبهرت بكمية الانسجام بين الطلبة والمدربين والمكان حتى. هيك حسيت إن الموضوع فعلاً أبعد من تعلم كودينج، وهذه بالمناسبة علامة رائعة جداً في المجتمعات. لقيت منشور على الإنترنت عبيت فيه بياناتي لأن الموضوع كان جذبني هلبة، فعبيت فيه وما كنتش متوقع إنهم يختاروني، وبعدين جيت انطلقت في الرحلة متاعي. كانت تجربة ممتعة في الجي سي اي، بيئة ممتعة فيها ضحك فيها لعب فيها خدمة فيها إنتاجية جميلة جدا، وفيها ناس يعني اختلطت بيهم كانوا ممتعين جدا. نمت لي مهارات البرمجة أكثر وأبعد منها إنها تكون برمجة، نمت لي مهارات التواصل مع الناس. المحتوى التعليمي في الجي سي اي كان عملي هلبة، نما لي مهاراتي وخلاني انطلق في سوق العمل. جديات ما فيش احسن من شاي اخضر بعد اللوده هذه كلها. من اول ما خشيت لجنزور كودينج اكاديمي انا منبهر جدا لابعد درجه ممكنه. كميه التنظيم وكميه الخدمه من كل الاشخاص المسؤولين على المشروع، وكميه اهتمامهم بالمشروع وقديش هم مهتمين انه يلهموا اشخاص كانت رائعه، وحتى ان الطلبه كانوا موجودين، وان ما زال حتى بعد ما تخرجوا من الجنزور كودينج اكاديمي او اكاديميه جنزور الرقميه قاعدين يجوا، ما زالت العلاقه بينهم وبين المنتورز او المشرفين حاجه خيال، وحابين ما زال يساهموا ويعلموا اشخاص ثانيين بعدهم، لان هم تاثروا جدا بالاشخاص اللي قاعدين يساعدوا فيهم والاشخاص اللي كانوا عاطين وقتهم ليهم. فان شاء الله المشروع هذا يقدر يتوسع، وان شاء الله ان الايو او الاتحاد الاوروبي او حتى الجهات المحليه تقدر ان هي تساعد ان تدير نماذج اكبر واحسن من هذا، وحتى لو بمساحته أو بنفس مستواه، لكن حتكون موجودة أكثر في ليبيا. أكيد حيكون عندنا مجتمع وبلاد مختلفة كلياً بكل المقاييس.